ليه انت محتاج تتابع معانا كورس المراسل التلفزيوني؟ علشان مش اي حد بينزل الشارع ماسك مايك ومعاه كاميرا يبقى مراسل، والمنتج اللي بيطلعه من الكاميرا والمايك ده مش كله اسمه تقرير، ومش كله ينفع يتزاع، وليه قواعد دولية كل العالم بيتعامل بيها. لو عايز تعرف القواعد الدولية دي وعايز تكون مراسل محترف المحطات الأجنبية تجري وراك علشان تشتغل لهم وتاخد فلوس تناسب انك انت راجل محترف، يبقى لازم تتابع معنا كورس المراسل التلفزيوني. محمد حسان إعلامي، تابعونا على coursestore.com.